يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في درس الأمس أنه لم يصح قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر في مزدلفة، وقد أشكل علي حديث ورد عن أم سلمة رضي الله عنها في إثبات قيامها في مزدلفة، فما الراجح في ذلك؟ قيامها هي هكذا، هي ما نفينا أن أم سلمة أو غيرها يقوم، لكن نقول الرسول لم يثبت عنه، بل نام إلى أن أصبح، وقام وصلى الصبح في أول وقتها، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.